الله أكبر 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 الحمد لله الذي جعل ممسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم بين الأنام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أهدانا إلى دار السلام أما بعد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأواحي يا رسول الله قال ثم هو إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة بارك الله لنا بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد رجع من يعصيه ما بينه لا يدري I'm not going to do that.